كليب اسمه الفيل. الفيل هنا رمز مش اسم حرفي، ان انت لو مثلا معاك حاجة غلط في حياتك وانت ماشي بيها ولو عطلت منك ما ينفعش تصلح تاني. هي دي فكرة الكليب عامة، وكمان فكرة ان انت يعني حواليك ناس كتير انت مش عايزهم، يعني بمعنى اصح اندال، فانا مش عايز الاندال دول في حياتي تاني. فهو فكرة الكليب ان هو خلاص ايه يعني تمرد على كل دول وبيقول انا مش عايز كل دول في حياتي تاني. لازم الكلام يبقى ليه يعني دبل مينينج، ما ينفعش يبقى ليه معنى واحد. يعني مثلا انا هنا في الفيل في بار يعني اسمه وبخطط جوه الراس انا ساديو ماني، فانت تفهم هنا ايه ان ساديو ماني ذكي ان هو مثلا ساب ليفربول عشان وقع وراح حتة تانية احسن عشان بيخطط جوه الراس، وفي نفس الوقت هو عنده خط في راسه. الراب هو يعني اداء، ولازم اللي هو بيعمل راب لازم يبقى هو اللي بيكتبه، ما ينفعش ابدا حد يعني بيعمل راب وحد يكتب له، ممنوع يعني. يعني في السين ده غلط اصلا، ده عار وعيب. فعشان كده انت بتعمل اداء راب مش بتغني. الغنى ده موضوع تاني خالص، انا ماليش علاقه بيه، مش حد بيغني. اللي بيغني هتلاقي حد ويجز مثلا عنده حاجات شويه غنى، بس هو الوحيد اللي بيعمل كده، انما كل الرابرز التانيين كلهم بيقولوا راب عادي. مروان موسى وابيوسف وجوكر وكله بيراب. ده لو انا لقيته اثر عليا كشاعر غنائي انا هبطله في ثانيه، بس الحمد لله هو ما اثرش، بل يعني اضاف لي في ايه، ان انا كمان يعني على سقفي يعني في كتابه الاغاني. يعني الراب يعني خلاني كمان اخد يعني حاجات كتير وافكار تانيه للاغاني العاديه. الاخير ده الفيل هو اصلا الموزع امين نبيل، واللي عامل الماستر توما. فتوما سمع حمائي التراك، حمائي انهار منه وقال له جامد جدا والمزيكا دي جامده، فهو ما بيغنيش راب، فهو اللي هو يعني عينه فيها شويه، فاهم ازاي؟ عمرو دياب طبعا يعني كلمني كذا مره ومبروك وحلو واستمر وبتاع وكده. ففي ناس كتير طبعا يعني وكل اصحابي بقى مبسوطين من الموضوع يعني. سلطان طبعا جميل قوي، انا بحبه على المستوى الشخصي، راجل محترم وفنان. فطبعا بهاء دي تاني اغنيه معاه طبعا، شكر خاص. دي الحان طبعا وليد سعد وتوزيع احمد عادل، واول اغنيه كانت العمر كله كانت الحان وليد سعد وكانت توزيع احمد ابراهيم. فطبعا بهاء حد جميل جدا، حبيبي وصاحبي كمان يعني، وراجل نجم يعني. فجاه لقيت عندي ناس على الفيسبوك كاتبين بيقولوا لي الحق في غنوه اسمها شكر خاص، فتمام يعني خلاص مش مشكله. لقيت ناس تانيين الحق في اغنيه تانية اسمها شكر خاص. ايه يا جماعه، هي ماسوره شكر خاص ضربت في الوسط الفني ولا ايه؟ فانا ما اعرفش، فهو ممكن يكون توارد خواطر، فتمام. الموضوع اصلا هو كان كلام، وبعدين انا سمعته لسعيد امام والبهاء سلطان فعجبهم جدا طبعا، وليد سعد خده لحناه وبهاء دخل غنى على طول اول ما لحناه وعجبه. حتى كمان في حته في الاغنيه عجبته قوي بتاعت يا اللي انتوا واخدين مني موقف بالسلامه، من قال ما خدش وساب لي خدش وميت علامه، حتى انحفيته وزحف جيته ندمانين مش هتشوفوني معادنا بقى يوم القيامه. في لؤي ناس شمال مع خالد عز، حاجه هتبقى حاجه شرقي كده يعني، لؤي هيرجع تاني بتاع زمان. وفي مدحت صالح ان شاء الله، وبنحضر لعمرو دياب دلوقتي وبنحضر لكذا حد تاني بس بخاف انسى. وفي مروه ناجي كليب يعني حبيبي طبعا، عشره عمر طبعا من ايام قبل الوداع 2002 طبعا لحد اخر حاجه خالص، اغنيه وانا معاك 2020، وعندك حلوه البدايات 2019 يعني، مرورا بقى بماله وليل نهاري وقصاد عيني وحاجات كتير جدا يعني، حوالي 20 اغنيه تقريبا او 22 اغنيه. ففي الجديد ان شاء الله احنا بنحضر لعمرو وربنا يسهل يعني. انت عارف عمرو طبعا ايه اختياراته، بيقعد يتعبنا بصراحه ويقعد بقى ينقي اغاني ويشيل اغاني ويحط اغاني. بس عمرو انا بحبه يعني، عمرو يعني لو حتى خد مني 10 اغاني ونزل اغنيه واحده انا عمرو حبيبي، ما نزلش حاجه خالص، احنا كده كده اصحابه بنتكلم على طول. النت فتح المجال يعني لكل الناس، هتلاقي عمرو دياب نفسه اهو، عمرو دياب اللي هو الفاترينه الكبيره بتاعت الناس، هتلاقي شغال مع ناس جديده على طول، على طول بيطلع ناس جديده، كل البوم بيطلع ناس جديده. طب فين الشلليه هنا؟ انت فاهم الفكره؟ فهي بس هي شماعه بصراحه. انا معلش يعني انت بتعمل حاجه لازم يعني تبقى انت قدها ولازم تنجح بيها. انا ماليش دعوه بقى ان انا ناجح وناس بتقول عليا ده ايه يعني شله خالد تاج الدين، لا انا ماليش علاقه، انا ليا علاقه ان انا بعمل شغل وبقدمه للناس، وانت بتعمل شغل وبتقدمه للناس، بس انا اللي بنجح. طب انا مش مشكلتي ان انا ناجح.